صافي نسيء ليا شي حاجه سميتها الكريشه، نسيء ليا شي حاجه سميتها الترهلات، نسيء ليا شي حاجه سميتها هذيك النفاخه اللي ما كتخليكش تلبسي شنو بغيتي، ما تخليكش تسدي حتى الخيوط ديال الصباط، ما تخليك ديري حتى شي حاجه مخسره لك الفورمه. الدهون الزائده ودعيها، نسايها وحيديها من الميموار بعد هذه الوصفه وبعد هذه النصائح القيمه اللي غادي نعطيكم اليوم. غادي تحصلي على بطن مسطح بسهوله تامه البنات. صافي ولا نساء ورجال كل شيء غادي يطبق معايا هذه الوصفه. هذه ممكن ديرها حتى المرضع ما عندهاش اضرار، الحامل هي اللي ما يمكنش دير هذه الوصفه. البنات شوفوا كيفاش دايره، شوفوا كيفاش ولات كرشي بعد 4 الولادات. انا كنوعدك انك غادي تحيدي الكرش واخا تكوني والده 10. تبعي معايا الفيديو من البدايه الى النهايه، غادي يعجبك وغادي تستافدي وما غاديش تبقى عندك شي حاجه سميتها الكرش. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي اموركم تكون بخير وعلى خير. عذروني شويه على البحه ديال الصوت، ضربني شويه البرد، هادشي علاش غبرت عليكم هاد يومين. اليوم جيت وجبت لكم معايا الجديد، طبعا الوصفه اللي استنيتوها هادي شحال وكتطلبوني عليها بزاف 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 بزاف، الوصفه ديال ازاله الكرش. بزاف منكم اللي كيقولوا لي نجوى كيفاش انت ولدتي 4 ديال المرات تبارك الله وما عندكش الكريشه في مره. ها انتم بنات ما كايناش الكريشه مسطحه، خاصكم حتى نتوما تكونوا بحال هكاك. راه ما كيهمش هذيك الهضره اللي كتكتبوا لي في التعاليق ديال راه انا ولدت شحال من مره، انا عندي وليدات بزاف، انا راه شحال هذه باش ولدت ما يمكنش الكرش دابا ترجع ليا. هذاك الشيء غير الهضره، ترجع الكرش ولكن لازم من الاراده ولازم من الاستمراريه وتحيدي العجز وديري اليقين. يعني ماشي انا راني ما بقيتش نتعالج، ما كايناش شي حاجه ما كتعالج وبدون عمليات وبدون تكاليف. يعني بلا ما تقولي خاصني لا الحل هو، قالت لي واحد الاخت راه واخا ندير دابا الوصفات ديال ازاله الكرش ما يمكنش تحيد ليا لانني انا ولدت 3 ديال المرات والوليد الاخر هذه 4 سنين باش ولدتو وبقات عندي مدليه وفيها هذوك الطبقات ياك. انا راه ما يمكنش نتعالج، ضروري خصني ندير الشطف. لا اختي بلا ما تعرضي راسك للبنج والتمر الكحله، فقط بهاد النصائح اللي غادي نعطيك اليوم وهاد الوصفه اللي غادي نعطيك اليوم اكثر 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 من رائعه، راني مجرباها يا البنات، راه الوصفات اللي مجرباهم هما اللي كنعطيكم لانني كنشوف مفعولهم فيا وانتم كتشوفوا. راه كنكون كنصور كيجيوني تعاليق كثيره ديال كيفاش ما عندكش الكريشه، سيرتو انهم عارفين بان عندي 3 الوليدات الله يخليهم ليا والرابعه راه هي ماتت الله يوليها برحمه الله وينفعنا بالاجر. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، الكرش باش تزول ساهله، فقط خصك الميزان يكون عندك في الدار، خصك الصمطه، الصمطه البنات دائما تنوصيكم الصمطه ضروري. الصمطه اللي كنستعن بها البنات انا بزاف 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 بزاف، كتخسر اولا كتبرد ليها هذه كنمشي كنعاود نشريها، ما نقدرش نبقى في الدار بلا بها، سواء ولدتي سواء عزبه سواء ما تيهمش ما تيهمش، ضروري خاصك الصمطه. خصوصا الا كنتي يلاه ولدتي عليك بهذه، كيما تولدي كيما ترتاحي شويه واحد اليومين بعد الولاده صافي الصمطه. خصوصا انني انا كنولد بالسيزاريان، يعني كنولد بالفتيح بالفتيح، والطبيبه ديالي الله يحفظها اللي كنوجه ليها تحيه الاختصاصيه في النساء والتوليد هي اللي عطاتني هذه النصيحه هذه، قالت لي اون فوا ترتاحي شويه من العمليه الصمطه كديرها لي انا عاد كنخرج من لاكلينيك. يعني ضروري، راه ما كاين لا كيطرطقوا الغراز لا والو. امتى كيطرطقوا الغراز البنات؟ يعني الخياطه ديال العمليه فوقاش غادي تطرطق، في حين ان كاينه الفتحه مثلا هنا، ها هو هنايا فوق الرحم كاينه هنا ياك، تجي انت وغادي ديري الصمطه هنا وتتبقى الخياطه، شوفوا مزيان تتبقى الخياطه كاينه هنا، هذا مشكل. راه سي نورمال راه زيرتيها راه هي غتطرطق من هنا غتبدا تضر، غادي تزيري معاك الفتحه دخليها في الصمطه كومسا صافي هكا وغادي تجبدي وغادي تزيري. امتى هادشي؟ ماشي وانتي ناعسه ولا انتي كتاكلي، لا غلط كبير، وانتي كتشقاي وانتي كتحركي وانتي خارجه مسخره اش كيوقع؟ الجسم كيتعرق، هاد الجلد ديالنا وهاد المسام كيتفتحوا وكيخرجوا واحد الارق اللي هو دهون زايده، وهذه كتعاونك علاش؟ لانها كتنفس. شوفوا البنات شفتوها انتم، راه ما كتزمطكش لديك الدرجه ديال راه صافي ما كاينش الهواء منين يدخل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. فاش غادي تبغي ديري الوصفه ديالي ديال اليوم شري هذا المتر ديال الخياط، شفتوه هذا باش كيعبروا
المهم غادي تشدي وغادي تعبري، حطي حداك ورقه وستيلو، قيدي فيها هذاك الشيء اللي لقيتي مزيان. من بعد غادي تطرفيه وخليه، اون فوا ديري الوصفه باسبوع رجعي عاوتاني عبري، راه غادي تلقاي كما قلت نقصتي بزاف. ولكن تبعوا النصائح ماشي غير الوصفه. اول نصيحه غادي نعطيها لكم هو ان الفطور يكون عباره على كاس ديال الحليب وشي حاجه خفيفه، ما تكثروش لي كرواسون، ما تكثروش من الخبز غليظ بالعربيه كنقولوا هنا في المغرب، فيه اللبابه، فيه ديك الطبقه المعجنه لداخل او لا رطبه كاينه لداخل، هي اللي كتزيدنا هذوك طبقات في الكرش وكتزيدنا هذوك الدهون ودوك الترهلات. خاص تاكلوا داكشي الخبز يكون رقيق، وماذا بكم الا لقيتوا الخبز ديال الزرع مزيان بزاف لهذا الريجيم. انا شخصيا ما درتوش والحمد لله حيت الكرش، ولكن حتى هو مزيان، الام ديالي راه هي مجرباه بزاف. من ناحيه اخرى العشاء ديالكم ما يفوتش 8 ديال الليل الفوق، بمعنى اخر وجبه تاكليها في 8 باش كيبقى واحد الساعات طويله الوصفه كدير المفعول ديالها وما كيترباوش عندك دهون زايده. بلا ما نطول عليكم، هذا الشيء اللي قلت من بدايه الفيديو حتى لدابا الدقيقه 5 كله كيعني لكم الكثير. الناس اللي باغيين يحيدوا الكرش راني كنهضر في مصلحتكم، ما كنقولش شي حاجه يعني خارجه عن الموضوع اولا تفاهات. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. قبل لا نبدا لا فيديو غادي نحيد لكم واحد 40 ثانيه من وقتكم. ما تنساوش ليا ابوني فلاشي اللي اول مره كيشوفني، ما تنساوش ليا اللايك والتعاليق والبارطاج. كنبغيكم وكنحماق عليكم، نبداو الوصفه على بركه الله. انتما اخواتي اول مكون غادي نحتاجوه دائما على راس القائمه اللي كيدوب الدهون وصحي وما عندوش اضرار غير هو ما يتشربش بالسك. الا تشرب السك يعني هكا تاثريه وتشربيه بوحدو بدون اضافات بدون ماء بدون شي حاجه تضيفيها ليه راه كيضعف الدقات ديال القلب. دونك هذا راه خاصك تستعمليه كما غنوريك انا دابا، يعني كما استعملته انا الحمد لله بالعكس هو كيزيد كينشط القلب، ولكن كما قلت ما تاثريهش وتشربيه هكا قارص، هذا غلط. كاينين اللي داروا هذه القضيه هذه باش ينقصوا الوزن بسرعه، غلط. المهم البنات بعد ما تغسلوها حيدوا هذا الرويس هذا وغادي ديروها على شكل دوائر رقيقه، ما تحيدوا لا عظم لا والو، غادي نديروا وحده كامله. انا غادي نوريكم باش ماشي كل مره تبداو كتصاوبوا الوصفه، فقط غادي تصاوبوها غير مره وغادي تحتفظوا بها في الثلاجه. غادي تاخذوا واحد الكاسر ولا تكون مغسوله، غادي ديروا فيها هاد الليمون اللي قطعناه البنات هكا صافي. شنو غادي نضيفوا ليه دابا؟ غادي نضيفوا البنات الزنجبيل، غادي نجيبوا الزنجبيل هكا ماشي سكينجبير البنات ردوا البال، الزنجبيل الخضر. غادي ناخذوا مقدار واحد الصبيه، يعني ما غاديش تاخذي هادشي كامل، واخا بغينا نديروا وصفه ديال شحال من يوم لا صافي معليش الاضافه الا زدتي شويه على هادشي ماشي مشكل، ما كاينش اشكال، غير هو مر بزاف المذاق ديالو، ما كيبانش في هاد الوصفه بزاف الصراحه، ولكن ما تكثريش، الا كثرتي غادي يبان لك بزاف وغادي تحسي به حار. صافي غادي نحيدو ليه القشره، غسليه وحيدي ليه القشره هاكا خصو يكون خضر، هاد الضريبات نزولوهم بحال هاكا. صافي غادي نجيبو الكاسرونه غادي نقطعو فيها هاد الشيء اللي صايبنا الشيء اللي نقينا ديال الزنجبيل، غادي نديرو هاكا على شكل دوائر باش كيطلق، اما الا خليتي هاكا مجموع خصو الوقت. صافي هاكا هكا ديري البنات. غادي نوريكم واحد الاضافه اللي سبق ليا وهضرت عليها في واحد الفيديو، راها زوينه بزاف، راه والله تزوينه والحمد لله. البنات كاع اللي جربوها تبعوا معايا لا فيديو طبقوا راهم الحمد لله تهناو من الكريشه، خصوصا واحد الاخت راه تتبعني في القناه دائما دائما دائما. المهم غادي تاخذوا اليازير البنات شفتوه، غادي ديروا هنايا مقدار جوج معالق صغارين ياك، وغادي تاخذوا ثاني جوج معالق صغارين ديال الكمون البلدي. الكمون اللي كنطحنوه وكنديروه في البهارات يعني في المطبخ هو هذا اللي استعملت انا هنايا، غادي تاخذوا هنايا جوج معالق من اليازير وجوج معالق من الكمون، وغادي تجيبوا تقريبا لتر الا ربع ديال الماء، لتر ناقي شويه انا نوريكم، يعني بحيث ان هاد المكونات تغطى لينا شفتوه. صافي غادي نكتفي انا بهذا الشيء هذا، نزيدو شويه
مزيان غير باش يوجد لينا اللي نشربوا شحال من يوم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ غادي نوري لكم كل شيء، طريقه الاستعمال، اوقات الاستعمال، كل شيء، هذا الشيء غادي تعرفوه معايا في الفيديو. المهم بعد ما حطينا هذا الشيء في الكاسروله غادي نديه على نار متوسطه، نحطوه فوق النار على نار متوسطه مده ديال 10 دقائق ما تفوتيهاش، ونقصي العافيه. اون فوا يبدا يغلي نقصي وخليه يغلي غير بشويه، هذا الشيء هذا كله يطلق المفعول ديالو في هذا الماء هذا. ها انتم بنات بعد ما غلات شوفوا كيفاش كدير، راني نقصت عليها وخليتها كتبخ، كنتمنى تكون باينه لكم غير بالخاطر. صافي راه هي كملت 10 دقائق، انا غادي نهزها نصفيها، ما غاديش نصفيها، غادي نوريكم شنو غادي ديروا لها باش يبقاو دوك العشوب كيتخمروا فيها. ها انتم بنات راه باقي سخون، شنو غادي ديروا باش غادي تصفيوه؟ هاد الدوائر هادو ديال الليمون بيان سور ما غاديش يبغيو يتحيدوا لكم، يعني تخواو هنايا فقينينا، دونك حيدوهم حطوهم ابار وما تلوحوهمش، مازال غتخدموا بهم مره اخرى انا نشرح لكم. صافي غادي تحيدوهم خوتي بحال هكا، من بعد البنات غادي تصفيوه هنا وخليو فيه اليازير، خليو الكمون، خليو الزنجبيل، شوفوا شي قرعه اللي يكون الفم ديالها واسع اللي تدوز لكم هاد الطروفه ديال الزنجبيل. انا عندي هذه ديال الزنجبيل باش كنخدم، ما غنشوفوش غدوز ليا هاد المكونات. صافي غادي نجيبوا هذا اللي داير بحال هكا، بحال هكا شوفوا البنات هكايا، وغادي نبدا نصفي. شفتوا صافي انا غادي نصفيه ونرجع معكم. انتم بنات بعد ما صفيت وحليا هاد اليازير هنايا غادي نهزو نحاول ندوزو هنا، راه مزيان يبقى فيها، راه كيتخمر البنات وكيحيد هو الغازات، كينظف القولون، كيحيد يعني هادوك الكرش اللي كتكون منتفخه او البطن المنتفخ، يعني فعلا الغازات او لي غاز، راه الحمد لله كتنفسي وكتحسي بواحد الراحه، حتى المشاكل ديال الهضم كتمشي، راه كيعالج جوج حوايج او ثلاثه في مره واحده، يعني وكينقي حتى الجسم من السموم. نتوما عارفين بان الليمون منظف يعني الجسم من الداخل. صافي كندوزو هاد الزنجبيل حتى هو يعني مزيان انها تخمر، انا هكا كندير ليه، راه مزيانه هاد الطريقه. الاضافه اللي يمكن لكم يعني انكم تضيفوها هنايا اشنا هي، ممكن انكم تضيفوا المعدنوس البنات، ممكن تضيفوا المعدنوس خضر هنا، غادي ديروا على شكل ربيطه او لقبيطه صغيره، غادي ترزموها ولا تحزموها وغادي تخشيوها هنايا، تكون غير صغيره عباره على يعني قبيطه صغيره، يعني تكون بهذا الحجم بحال هكايا صغيوره، وغادي تلوحوا هنا خضره المعدنوس ما تغليوهش. صافي انا سبق لي ودرت الوصفه ديال المعدنوس، هادو هما الوصفات المعتمده عندي، مزيانين بزاف. بالنسبه للاخوات اللي بغاو ينزلوا الوزن كامل رجعوا شوفوا الفيديو ديال بودور الشيا، بودور الشيا عندها الطريقه باش كتنزل الوزن كامل وعندها الطريقه باش كتنزل فقط دهون البطن، وانا وريت لكم هاد الطريقه وطبقتها معكم من ا حتى زد. اللي ما شافش هذاك الفيديو يرجع يشوفه، اللي ما لقاهش يخلي ليا تعليق نحط ليه الرابط ديال الفيديو. بالنسبه لهاد المكونات اللي نقصنا هنايا واللي شاطوا لينا في الكاسروله، شاط ليا انا غير شويه، شنو غادي ديروا لهم؟ غادي ترجعيهم لهنا وتخزنيهم، اولا غادي ديريهم في بلاستيك غذائي، بلاستيك بيض، وغادي تخشيهم في الكونجيلاتور وتحتفظي بهم. اون فوا يسالي ليك هذا الشيء، يعني بضعه ايام اللي غادي يدي هذا الشيء، غادي يدي تقريبا 3 ايام ياك، غادي تشدوه غادي تجبدوا هذا الشيء وغادي ديروه هنا وغادي تضيفوا عليه مكونات اخرى، تعاودوا تخدموا به لانه مازال مزيان. شوفوا شفتوه باقي الماء ديالو، ها باقي اللب ديالو زوين، دونك ما تضيعوهش، وإلا بغيتي ترميه تخلصي منه وتصاوبي وصفة أخرى لك الإختيار أختي، فقط أنا أعطي إقتراحات يعني الإقتصاد وصافي. المهم بالنسبة لهذا المشروب هذا بعد ما وجدناه وصيبناه شنو غنديرو ليه؟ غادي نوليو كناخدو كاس قبل نبغيو نعسو بنص ساعة، مادا بيك أنك وكما قلت اخوتي وخواتاتي ماذا بك انك ديريها جوج المرات في النهار، يعني بحال دابا رمضان شنو ديري بعد ما تفطري تسالي ارتاحي عادي جدا، يعني ما غاديش نقول لك في الفطور ما تاكليش هذه ولا هذه، نقصي من الدهون وصافي. من بعد فاش غادي ترتاحي تحسي براسك راكي مرتاحه ما تعشيش، حذاري من انك تفطري وترجعي ثاني تعشي، غادي تضربي هادشي كامل في الزيرو، غادي تخلي حتى تبغي تنعسي الا كنتي كتبقاي سهرانه حتى الفجر
هضره اخرى هذيك. دونك العشرة خاصك تشربي هذا الكاس هذا. في حاله الا كنتي كتمشي يعني تنعسي جوايه 11 12 كتنعسي، شربيه ونعسي يعني قبل بواحد نص ساعه. من بعد السحور شربي ثاني واحد، راه كيهضم وكي يعني كيحيد دوك الدهون الزايده بعد الماكله. هذه غادي تشربي واحد بعد الفطور يعني ملي تبغي تنعسي بواحد نص ساعه، وغادي تشربي ثاني مع السحور. لكن الاختيار شربيه قبل او بعد، راه مزيان بزاف، راه كيذوب الدهون، المهم هو يدخل ليا لصحتي. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم البنات؟ اما هو في الحق خصو يتشرب غير مره قبل النوم بنصف ساعه. انا فاش كان الفطار كنت كنشرب واحد على الريق، ما نكذبش عليكم، واحد على الريق كيحسك بالشبع وكيفش الكرش وكيحسك بواحد الطاقه، لان الكمون كما كتعرفوه مزيان، والليزير مزيان، الزنجبيل مزيان، كلهم هادو يعني مواد صحيه وكتزيد يعني تعطي قوه للجسم. المهم البنات غادي تبداو تستعنوا بهذه الطريقه باش غادي تبداو ديروها. انا نوريكم غادي تبداو ديروها البنات بحال هكا للسمطه. هانتوما البنات غادي تبقاو يعني الا كنتي عندك الفتحه غطي الفتحه، الفتحه خاصها تكون هنا الوسط، فهموني يعني نزلي السمطه ماشي طلعيها وتشدي غير الكرش الفوقانيه هكا، غلط، راه غادي تطرطق لك الفتحه من هنا. فهموني شنو تنقول لكم، غادي تجيبيها على هذا الشكل هكا، غادي تغطي بها كل شيء وغادي تجبدي وتسدي، اولا شي حد يجر لك هذه يعني بحال هكا، بحال دابا انا يجر لي ولدي بحال هكا، شفتوا ها، شوفوا دابا كي مزيره كتحسي بالكرش ديالك راه مجموعه، راه ممكن تحكمي فيها تنزليها لتحت طلعيها للفوق باش تحكم لك هنا وهنا، كرش صغيره ما تبقاش مدليه، فهمتوا؟ ما يبقاوش عندكم هذوك الطبقات. هكا البنات غادي ديروا، غادي تستعنوا بهذا المشروب والله ما تبقى عندك الكرش، ولكن كوني ناضيه، كوني حادقه كما تنقولوا، كوني فحله، ماشي نشربها اليوم ونخليها غدا ونشربها غدا ونخليها لغد ليه، راه غلط هذاك البنات، راه بحال كتكبوا الماء في الرمله، غير ضيعتوا هذه المقادير وصافي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا ودوزتوا معايا وقت زوين ومفيد، هذا هو اللي تيهمني من الفيديو كامل. وكنتمنى لكم ان شاء الله عواشر مبروكه وتهلاو ليا فروسكم، والى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.